نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو لاقشور حدا شفشاون، واحد المنطقه رائعه فيها الجبال، وحنا غادي نمشيو نكتشفوها كاملين. خليكم معايا فهاد الصباح وفهاد النهار، شوفوا كيفاش غادي تكون الطريق. حنا دابا في المضيق وغادي نمشيو من المضيق لاقشور. حنا دابا في المضيق غادي نمشيو لاقشور، غادي نديرو الطريق ديال واد لاو، وان شاء الله خليكم معايا باش نشوفوا هاد النهار كيفاش غادي يدوز. يلا نوريكم بعد هاد المنظر كيفاش صباح. دابا هادي الساعه 9 دلاروب، دابا غادي نخرجوا دابا ان شاء الله باش نمشيو. بغينا نمشيو شويه في الحال برد، لان اليوم الحال سخون ان شاء الله، باش نستافدوا من اليوم ديالنا. المضيق ساعة ديال الطريق، من المضيق لواد لاو خدينا ساعة ديال الطريق، ولكن راه واحد المنظر رائع. طريق خزانة مصوبة مزيان، شوفوا 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 الطريق كيفاش دايرة، واعرة فعلا واعرة والله. مازال طريق شفشاون، ملي كنا جايين من شفشاون تطوان الطريق كيصلحو فيها، باقا فيها خدمة، داكشي علاش ممشيناش من هاديك الطريق، قلنا نجربو هادي ديال واد لاو، وفعلا طريق واعرة. ودابا غندير واحد الجوله سريعه في هذا المعرض بعد ما فطرت، لان هذا المعرض كان اونفاس مع القهوه اللي كنت كنفطر فيها. انا كنفطر وكنتمنى وقتاش نسالي باش نوض نجي فيه جوله ونشوف نكتشف اشنو كاين هنا، خصوصا هاد لي باني اللي حمقوني كانوا اونفاس معايا. كيف كتشوفوا تبارك الله داكشي غزال، كاين هاد لي شابو هادو، كاين هاد السليلات، عندهم واحد الصناعه غزاله. بحال وحدك صغر من الاخر. لا هادو طبيعيين، ما كاينش احسن منهم، هادو جاو زوينين. هادي شحال هادي صغيره؟ بحال بحال تقريبا من واد لاو لاقشور شحال من كيلومتر؟ 37. والطريق كلها زوينة، مناظر شاون 36، يعني بحال بحال. حنا وقفنا نصور واحد المنظر هنا رائع رائع، منقدرش نقول لكم، منقدرش نوصف لكم جمالية المكان وعظمة الخالق، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا على المنظر كيف شوفوا 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 شوفوا، محمد رسول الله، واو روعة روعة المكان.
الحفاره خطيره شويه، لا توقفتوا خصكم ديروا بالكم من الحجر كيطيح، يعني الواحد يهبط غير شويه. شوف المكان كيفاش داير. شوفوا انا منظر منزومي لكم هنا، شوفوا هنا رائع. هي محطة توليد الطاقة كاينة في هاد البلاصة هادي، كنزومي لكم عليها. شوفوا انا منظر كي داير على جبل، تبارك الله. واو، روعة 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 روعة، سبحان الله. عرفتي بلادنا واعره وحق الله في هذه المناطق واعره، سبحان الله. شوف شوف على المنظر، شوف 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 على المنظر كده. وهذه هي أقشور، الحمد لله وصلنا على خير. دابا غادي نكتشفوا كاملين هذا المكان الرائع اللي كيبان من الدخله ديالو انه رائع. خليكم معايا نهايه الفيديو. هاهو شوفوا البكره، شوف تبارك الله والحمد لله. ديرين هاد المحلات هاد هنا كتحط هنا اللي بغا يشوف الزهور. يا سلام، سمعوا الماء، سمعوا. خليلو مني خليلو مني جد مين. لا يا سلام، مناظر رائعة سبحان الله. هما منتزه أقشور، مسار ديال طريق شلالات، وهنا المكان اللي تقدروا تشوفوهم هنا في شلالات. يعني لو شفتوا هذيك البلاكارت كتبين لكم المكان اللي تقدروا تدخلوها ولا تقدروا توصلوها في هذا المنتزه. قمة الروعة، واو. لا
تبقاو تسمعوني كنقول غير واو 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 ما شاء الله سبحان الله وحق الله، لان بلا ما تشعر تلقى راسك تقول واو ما شاء الله. لا لا طبيعه ديتي غزاله ديت غزاله راه نتي الغزاله الشريفه الله يحفظك وانا بنت بوت غزاله حبيبه تبارك الله راه باين كيقول لك الزين لا مشى الزين كيبقاو الحروف كيبقاو الحروف ما يمشي غير بحال هاد الناس اللي بكتي دابا وسلام الله يحفظ الله يرحمه مسكين ويوسع عليه في هذا النهار الله يرحمه ويوسع عليه يا ربي امين ها انتم الحمد لله امين انا جايه من الشاون امين من الشاون انت اي الناس مرحبا بالناس الشاون تبارك الله على الناس الشاون ها راه اختي خير حبيبي الله ينصرك يلا ها انتم اجي تصور معايا انظر هكذا وائل وائل انت صورني هكذا وائل الحسين الحسين راه عيا نقول لكم على هذه البلاصه زوينه بزاف زوينه بزاف والله انا عمري ما جيت للاقشور ولكن ملي جيت عجبتني بزاف الماء عرفتي برده مع فيها الشجر مظلل ومع الماء هنايا كتحس بالبروده ما كتحسش بزاف هكذا والطريق سهله كنا خايفين من الطريق زعما عادي كتمشي عادي بحال الناس حتى كتلقى راسك وصلتي فين باغ فين فين خصك توصل كاينين حتى البيضات صغيورين ما كتخوفش الطريق نمشيو دابا نشوفو قنطرة ربي سمينا هنا قنطرة ربي الاسم ديالها وصل المهم حتى حنا ماشيين بحال الناس نمشيو قنطرة ربي ها انتما شوفوا الناس فين جالسين الشكل ديالها بحال اوريكا يعني واخا كتكون الحراره ملي كتجي هنا كتحس بالبروده كتحس بالجو بارد مع الماء بارد وعاد كاين الشجر كاين الكرم كيدير البرد هي خصك ترد البال لان الطريق شوف كيفاش دايره الطريق كتبغي شويه الركل دات ولكن زوين يا سلام الطواجن طلع هنا بدات كتعطي فينا الريحة الطاجن شوف واعرة واعرة بحال أوريكا تقريبا تماما أوريكا زيدو تحنا نشوفو قنطرة ربي قال لك خاصك ساعة من هنا ساعة بزاف راه ساعة كاع ما كتحس ولكن صعيبة قال لك المصب تما فين كاين المنبع ماشي المصب المنبع ديال هاد الشلال اللي كيجي ولكن ها انتم المنظر راه حنا غنزيدو غير شوية ونعاودو نرجعو باش ماخدوش الطويجين نتغداو ريحة الطاجين بدات كتشه ياه وصلنا بكري دابا حنا 12:30 هادي خلينا وقتنا يعني اللي بغى يجي خصو يجي بكري في هاد المناطق يجي بكري اجي نصور لكم واحد الطويجين ما انتم طاجين تبع لها
اه شتي الطويجن، انت انا الطويجن الطاجين اختي مرحبا. الطاجين ديال اش عندك انت؟ كاين الدجاج، كاين الدجاج اللحم. شنو اللحم؟ معزي. باش كديروا كديروا بالخضره؟ واللي كيبغي كتهبطوا له لتحت. اييه والطبلات عندكم لتحت نيت؟ واخا حنا ندورو، حنا ندورو شويه ونرجعو. شنو هذا في لي وهذا؟ انتي اللي مطيبه الطويجنات باينه الحداقه اصح. وين شويه الصبوغ مرق قالت لك عنده طويجنات زوينين. نشوف شنو هادو هما، هادو طويجنات هذاك الدجاج، هذاك هذاك حتى هو الدجاج. حتى هو صافي وجدنا واحد، صافي اللي راه باقي الوقت. صافي يلا وجدنا واحد من معزي. معزي كبير. صافي خليه حتى خليه بلاتي شي يلا خدنا. منين بغيو ناخذوا الطاجين كوموندو ديك الساعه اتاي ولا. شكرا. احسن بلاصه يلا نشوفو بلاصه لي خطر عندك. هاهي بين لاخر محدا هاد الماء رائعه فنة فنة البلاصه غير بلاصه فنة. ولكن عاد غادي يوجدوا شو كلام خلاص بالزعتر السلام على الريحه ديال الزعتر صحه وراحه. هذا رائع. ها هو في الزيتي الله زين الزعتر هذا.
سهام تي واحد البروده طاجين فلاجات كيف كتشوفوا هذا لحق طريقو وكيبان انه لذيذ. خدينا معاه الزيتون كيف كتشوفوا وخدنا واحد الطبق ديال السلطه اللي هي ديال مطيشه بخيار وبصيله وخبز الدار بطبيعه الحال عندهم كيطيبوه في الفرن لذيذين. كنقول لكم طاجين غنيات هذا ولا معزي معزي فهاد الشوش ديري فهاد بين داك العودة بين داك وشوفوا الثلاجة الطبيعية وانتم الثلاجة الطبيعية كوكا هناك بزاف ما تغرق بزاف وائل تما نحطها هنا ثلاجة طبيعية نخليها هكذا صافي ثلاجة طبيعية شوف نايلة حنا دابا حنا لي واعيين جينا بكري طاجين نوجد بكري بغيتو تجيو هنا تجيو بكري 12 تكونو هنا باش الطاجين ديالكم يجي بكري تغداو نتوما اللولين وتخرجو نتوما اللولين أما إلا جيتو حتى ل 12 والوحدة عاد توصلو غتلقاو شوية د السحاب ايوا حنا دابا كنتغداو لنا باقي دابا راه جوج ونص الناس عاد كيطيبو لهم الطاجين ديالهم ايوا هذا مكان نكملو غدا نتلاقاو حنا دابا راجعين للدار صافي سالينا النهار ديالنا هنا شي 4:30 زعما هي الغزال زوين تبارك الله انا نصور لك واحد المنظر شوف كيفاش داير واه دواء هذا خطير هذا نمشيو دابا نشربو واحد القهيوة كحلة نفيقو بها عاد نقطو الطريق هانتوما عمرات حنا فاش جينا الصباح كانت خاوية الباركين كان خاوي كيما قلتلكم اللي بغي يجي في الصباح أحسن يدوز النهار ديالو الربعة بحال هكدا يمشي صافي دابا هاد القهيوة هنا شوف أنا منظر فيها يلا خذ قهوتك بسم الله
شوف اختي الخبيز ديالها. ها انت شوفي تبارك الله الخبيز ديالها شحال زوين. الله يبارك فيك لاله. قبيله في الزنقه قبيله كنتو سادين كنا بغينا عاد كطيبوا. بصح حتى العشيه. مغربل والدقيق كتعجنوا الخبز الزرع نيت. ونطيب عندي مخلطه الفيزا. يسريه وطحينه. الزريعه شنو كديروا الفرص انتم والكم؟ مياح ديالي. اييه. والطحينه نجيبهم من الحانوت. من الحانوت هو الفرص. ايوه والطحينه ديالي. تبارك الله كتسكنوا هنا نيت. عندي دويرافين. والفران انت تخرجوا من دابا للطريق. دابا انا عجنت تما في الدار ونجيبان هنا كان عندي دويرافين مشى بالزنزه. عقيت تما حوجد المحلة. والله والحمد لله. ايوا الحمد لله الحمد لله. عندكم كيكون الثلج هنا؟ لا العشتة والماء اللي فوق بزاف. باينة. الثلج اللي فوق عبد الجبال علي. هنا ما كيكونش الثلج. لا. اوكي. غير الماء تبارك الله راه عندكم كثير غير تسكنوا في البلاصة اللي ما تكونش فيها المجرى. باش ما الله يستر صعيب. ايوا الحمد لله الحمد لله انتم مباركين بها. الجولة ديالنا سالات في أقشور. كنتمنى أن هاد المنطقة تعجبكم وأنكم تشجعوا باش تمشيو تزوروها حتى نتوما. فعلا كتستحق كتستحق. كيف شفتوا مناظر رائعة واخا الكاميرا ما صورتش حقيقة الواقع اللي هو كاين والشعور اللي كتحسوا ملي كتوصل لهاد المنطقة. كنتمنى أنكم تزوروها ولعجبكم فيديو ما تنساوش تخليوا له لايك وتنقول لكم الى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله.